ولا هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقف سياسي يعبر عنه، إنما هو رد فعل حجاجي. إذا كنتم تقولون بأن كذا فإنه كذا، وليس موقفا سياسيا للدولة المغربية. خرجة متأخرة لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الافتراءات والحيل المخزنية المعتادة، لأنها لا تحمل أجوبة كافية شافية للتساؤلات الجوهرية التي عرضتها الجزائر على جارها الغربي الذي لاذ بصمت مطبق مريب. عمليا تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي تبرأ فيها من سقطة سفير بلاده بنيويورك بخصوص دعم المملكة لما يسمى استقلال منطقة القبائل، يصفها السفير عمار بلاني في تصريح مكتوب لشرق نيوز. سعد الدين العثماني يحاول تغليط الجميع بتصريحات خاطئة. سفير المغرب في الأمم المتحدة لم يدلي بتصريحات ولم يتلو خطابا، بل قدم مذكرة شفوية والتي هي وثيقة رسمية تعبر عن موقف سياسي يلزم سلطات ومؤسسات المملكة المغربية. مختصون في العلاقات الدولية استغربوا كثيرا سقطة العثماني الذي لبس ثوب الجاهل بما تمليه قواعد التعامل الدبلوماسي بين الدول، فهو إما جاهل أو متجاهل يريد الهروب للأمام. من وجهة نظري وحسب اعتقادي أن هذا التصريح أو هذه الخرجة لا تعد أن تعبر عن وقوع المغرب في مستنقع متناقضاته الدبلوماسية وعدم رجاحة أجهزة سياسته الخارجية، بل عجزه عن تحمل تبعات سقطاته المخزية الدالة حتما على تخبط نظام المخزن في أزمات خانقة تجاوزت حدود الصعوبة الاقتصادية إلى حد ما يمكن أن نسميه بالانحطاط السياسي، حيث أن أي متتبع أو مختص في الوظيفة الدبلوماسية في أبسط معانيها، خاصة عندما نتحدث عن تمثيل الدولة داخل المنظمات الدولية وأي منظمة دولية نتحدث عن هيئة الأمم المتحدة، فإن الممثل الدبلوماسي لا يجرؤ أبدا مهما كان مستواه على اتخاذ أي خطوة أو حتى الإدلاء بأي تصريح دبلوماسي إلا بعد الرجوع إلى أعلى سلطات بلاده مهما كان الموضوع بسيطا، فما بالك عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمن القومي والوحدة الترابية لدولة مجاورة وشقيقة بحجم الجزائر. يبدو أن مسار المغرب الحافل بمحطات العداء المخزني اتجاه الجزائر الذي استحضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة لحظة إعلانه عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، سبب حرجا بالغا للمغرب، وصارت أساليبه الملتوية التي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة بينة جلية للعيان.